أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الموسم الرابع من معارف التراث. اليوم ديربي الجيران، خيار الأول إن شاء الله. سؤال النهائي هذا، سله لا تسله، جبت المقال في علم الرجال. ما أدري شلون أنتم متأكدين من هاي المعلومة بصراحة. محمد الحائري. قول الثاني يا أخي. خيار الثاني إن شاء الله. الخيار الثاني نثبت، لأن الوقت انتهى. مسابقة حادة، تخيل 10,000 طالب تمشي بنصهم يقولون هذا اللي خسرنا. تخمينك صح كان لو ما أخذ أنت التخمين أخي. الكنترول قاعد يصفق. يلا سجاد بطل سجاد. اللي يفوز يصعد نهائي. جايهم إن شاء الله. منتظريهم.